نتكلموا على الماتش يعني نصف النهائي الاول ما بين الوداد كنهضروا دابا ما ما, ما دخلنيش الشك لانه تنعرف فريق الوداد الرياضي فريق اللي تي اللي ماشي اول مره غادي يلعب مباريات بحال هادو اللاعبين تيلعبوا تحت الضغط كبير اللاعبين اللي جاوا جداد هاد السنه والسنه الماضيه فهم دغيا تاقلموا لانه كاينين لاعبين عندهم تجربه كبيره امثال جبران ونجم وعطيه الله يعني لعبه اللي متمرسين وكذلك العملود لعبه اللي ربما تقدر بعينك مغمضين تيق فيهم ما ينقصون العمل الكبير كنعرفوا ميلودي سان داونز ان العقده ديالها هو فريق الوداد الرياضي انه كون لعبنا مع مثلا مع تاهلات الاهلي كان غادي يكون واحد البوليميك غيبقى لهاد الاسبوع من اليوم من اليوم وغتبدا غتنوض ولكن اللي تيعجبني في ميلودي سان داونز هو انهم تلعبوا مع فريق تيلعب الكره قليل الاحتجاجات فريق اللي صار من نفسه بطبيعه الحال لانه العمل دي انا عجبني اليوم ميلودي سان داونز كيفاش جيروا المباراه ضد الاهلي ربما تنتكلموا عليها يعني الطريقه باش لعب بها الفريق ديال الجنوب افريقي ميلودي سان داونز غادي وتيتحسن هذا الفريق وانا كنت نفضل الاهلي على ميلودي سان داونز الاهلي ناكلوهم ربحوهم الى انه ميلودي سان داونز ماشي غير حسابات وانما بان لي عندهم فريق تيخرج الكره فريق تيلعب الكره بينما فريق الاهلي لقى صعوبه كبيره اليوم مع ميلودي سان داونز فانه يحاول انا اللي عنده شي حساب معاه راه باغي كان باغي يلعب كان باغي يفكر في الحسابات الله يعاقب حيد عليه الترجي الفريق ديال الالقاب جا العدد حتى هما 13 اللي حتى اللي فات يا كاردوان حتى هما خونوا الكاس ديال الشامبيونز ليغ ديال العام اللي فات تحيروا علينا ودوا لاكوب وعرفتي دابا هاد المنافسه هذه ربما هي اول مره فربما الا دخل الوداد غيزيد ماشي غيدخل التاريخ ولكن غيزيد يكبر التاريخ ديالو بهذا اللقب هذا غدخل الخزينه ديالو يعني واحد المبلغ مهم ما بين 4 المليار ونص اللي غادي ياخذ الفائز في ناس مزيانه افتكر اللي راه بريكول مخير الوداد هو اللي استحق بالاداء ديالو هنا تنبغي نهني عادي الرمزي وتنبغي يعني مصدامن مع انا علاش لانه مدرب شاب ما عندوش تجربه لانه هذه رساله لدوك الناس اللي تيقولوا المدربين لا راه ما عندوش تجربه وما عندوش تجربه ولكن ملي لقى الرجال وملي لقى مثلا رئيس بحال سعيد الناصيري يعني تاق فيه وعطاه فريق بحال الوداد كامل يعني غيصاوب به بالماريس ديالو ويستاهل عادل بالاخلاق ديالو بالخدمه ديالو اليوم شناه بكى هذاك البكاء ناتج عن واحد الضغط كبير كان تعرض له بطبيعه الحال لانه الضغط في فريق بحال الوداد هو شرف علاش لانه فريق كبير تاريخ قاعده جماهيريه كبيره